وقرأت قصة عن بنات صغيرين زي إعدادي كده، وفي عيد الميلاد واحدة قالت للتانية الكبيرة، قالت الصغيرة إحنا 25 في نوفمبر بعد 40 يوم في حاجة اسمها الكريسماس. قالت لها الكريسماس يعني؟ قال لها كريسماس خريستو يعني المسيح، ومس يعني عيد، يعني عيد الميلاد. قالت لها عاوزة مني إيه أختي؟ قالت لها عاوزين نعمل حاجة أنا وأنتي علشان نسعد، عشان نفرح في العيد ونسعد في العيد. قالت لها عاوزين نعمل إيه؟ قالت لها أنت تعلمي إن ماما شكلهم أبوهم متوفي، تعلمي إن ماما الماديات بتاعتها ضعيفة، فتيجي أنا وأنت كل واحدة فينا تعمل حصالة ونحط من المصروف بتاعنا عشان في العيد. أنا أجيب لك فستان يا حبيبتي وأنت تجيبي لي فستان حفظا لسعادة ماما. والكبيرة كان عندها في الحصالة بتاعتها 15 جنيه، بان عليه الكلام ده كان في الستينات والخمسينات، والصغيرة عندها في الحصالة بتاعتها 17 جنيه ونص. والكبيرة قالت للصغيرة هجيب لك فستان بفلوسي وانت تجيبي لي فستان بفلوسك. وبعدين الكبيرة قالت في فكرة عندي. قالت لها ايه؟ قالت لها ماما تحب اني تروح لتيتا في العيد علشان تعيد على تيتا ويعيشوا في سعادة. طوبى لإنسان يخاف على سعادة الآخرين. يا بخت الإنسان اللي يخاف، طوبى لراعي يخاف على سعادة الرعية، وطوبى لرعية تخاف على سعادة الراعي. قلت لها ماما بتحب تروح لتيتا في العيد ولكن لا تملك ثمن التذكرة، فإيه رأيك لو حطيت فلوسي على فلوسك، أموالك على أموالي، ونعمل لسعادة ماما مش لشراء الفساتين، ونجيب تذكرة القطر التيتا ونبعتها لتيتا. وكجابوا خطاب وجابوا جواب وكتبوا تيتا وحشتينا قوي وعاوزين نحب نسعد في العيد بسعادتك وتكوني معانا، وانت عارفة ان ماما بتحبك، ونحب يبقى العيد سعيد لو كنت تيتا وماما واحنا عايشين مع بعض. حطولها التذكرة وبعتوها لها، وكانوا يرقبوا الباب والشباك. وفي يوم من الايام قبل العيد خبط الباب، طلعت تيتا. ماما فرحت قوي، قالت لها يا امي كنت سعيدة جدا ان تكوني معي في العيد ولكن ليس معي ثمن التذكرة. فقالت لها ده البنات حطوا الفلوس بتاعتهم. طوبى لإنسان كلمة في سرك، مفيش سعادة موجودة عندنا إلا بسعادة الآخرين. قالت لها ده البنات بعتوا لي التذكرة علشان أجيلكم. نظرت البنات وقالت لهم أشكركم إنكم أنتوا بالحصالة بتاعتكم اللي منقذكم، ما جبتوش حاجة في العيد، طلبتوش مني، كمان جبتوا تيتا. فتيتا قالت لهم أنا أشكركم إنكم بتعملوا كده عشان نعيد مع بعض. وفتحت تيتا الحقيبة بتاعتها وطلعت فستان للبنت الكبيرة وفستان للبنت الصغيرة، وقام البنات وقال أشكرك يا رب، دفعنا ثمن التذكرة البسيط وأعطيتنا كل واحدة الفستان عشان تفرح في العيد ونفرح مع ماما وتيتا، وكان عيد سعيد. كلمة في سرك، كلمة في سرك، كلمة في سرك، خليها ببالك. أنا وأنت إذا أردت أن تعيش سعيدا فاسعد كل الناس اللي حواليك، تسعد بثمن القطر يجيلك ثمن الفستان، وتدي لسعادة الآخرين مليم، وربنا قادر يديك مليون. كلمة سرك اوعى تنساها في اي وقت من الاوقات، مش في الاعياد بس ولكن كل الاعياد، ان تفتقد الاخوة المساكين لكي تسعدهم وتفرحهم ويعيشوا وياكلوا ويتجوزوا
ويعيشوا في كنيسة الرب، في كنيسة الكنيسة، فرحانين بسعادة الرعية والرعاة.